تيار تعبت علوم تجريبيه. بون الباك كاين مواد سهلين وكاين مواد ماشي سهلين، كما صنع راهي ولات العكس، ولا المواد الادبيه قلبوا لنا كلشي. شريعه جاتني بوغ موا جاتني صعبه، اونغلي فاني صعبه، فرونسي كوميم، سيونس اللي قلها خدمه، مات شويه ماشي بزاف صعبه، بصح عربيه لازم عربيه لازم تزيد زعما تركز باش تجاوب. شريعه لازم تحفظ وميم طو تفهم نصها غير فهمه. بون انا ان شاء الله نربحو كامل، وان شاء الله نوجه كلمتي لماما ان شاء الله نفرحها، وهذا مكان. السلام عليكم. سيونس والمات والعربيه كانوا كشغل في متناول الجميع ابار الشريعه والفرنسي كانوا صعبين. شعبت علوم تجريبيه المواضيع كاين اللي كانوا ساهلين بزاف، كيما تاع اليوم استوار جيو كانت ساهله بزاف بزاف، مي سيونس ما تقدرش تعرف روحك اسكو خدمت ولا لا على حسب لا كوريكسيون. والمات بور مو انا جاني بزاف صعب وفريمون ما خدمتش فيه، ابار سا كلشي كان الحمد لله مليح. لا كانت سهله ما كانتش صعبه، لازم تحفظ اون ميم طون تفهم، ماشي غير تحفظ برك. لا فهمت وحفظت تريكت ريبوندي ويجيك ساهل، لما لازم ليسونسيال تفهم وتحفظ، ماشي تحفظ وما تفهمش. لا ان شاء الله يرخفوا علينا في التصحيح، ما يزيروش علينا بزاف ويفهموا باللي حنايا لا بروميير فوا نفوتو كيما هكا امتحان وكاع. ان شاء الله يا ربي يكونوا معنا، وان شاء الله كامل نربحوا، وان شاء الله كامل نفرحوا. علوم تجريبيه وان شاء الله ندو افيك مونسيون، انا معولين على ميديسين ان شاء الله. السلام عليكم، مترشح البكالوريا 2023، اول تجربه ليا. كان باك ساهل شغل اللي تقرا تديه، مش صعب تاع في المتناول الجميع. ان شاء الله فاني في التصحيح ما يظلموناش، كون تصحيح معقول شغل ما يظلموا ما يدوناش حقنا. بون السلام عليكم، مترشح بكالوريا، باك تاع السنه جا في متناول الجميع، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله وبالتوفيق للجميع. ان شاء الله مع اللي راه محل الملحقه تاع الميتين هنا في تيارت، ان شاء الله كاع نلحقوا لهذاك المعدل تاعها وكاع نديروا الميتين ان شاء الله بربي. معكم تلميذ شعبه علوم تجريبيه، فوت باكالوريا سنة، مع العلم اني فوت ثاني العام اللي فات خسرت الباكالوريا، بصح العام اللي فات كان صعب، بصح السنة سهلونا وخدمنا غايه، وان شاء الله نكونوا من الناجحين. الحمد لله كانوا السجيات تاع الماده الاجتماعيه وكاع المواد في متناول الجميع، ماشي كاع كيما كنا مضخمين الباك، كنا دايرينو حاجه وزعما هو عادي اختبار عادي اسهل من الاختبار اللي فوتناه، فتره الاولى فتره الزوجه وفتره الثالثه الحمد لله. لا للزوج في متناول الجميع خير السجي الاول، واللي كان عارف السجي الزوج يخدم فيه، للزوج نخدمو ما من مات سهل، بصح الموضوع الثاني جاء اسهل من الاول. ماده العلوم ثاني كانت سهله بزاف، اللي كنا صح خايفين منها ومتخوفين منها جاء سهل الموضوع الاول، وما من الموضوع الثاني كان في متناول الجميع. الموضوع كان في المتناول والحمد لله خدمنا. ونشكر بزاف الاستاذه اللي تقريني في الثانويه، لا بارك الله فيك وصحيتي بزاف والحمد لله خدمنا. كان غير نقطة في الإسلامية في الشريعة كان شوية صعب، إن شاء الله يتسهلوا معنا في التصحيح إن شاء الله. شغل بغينا نوصلوا ميساج ثاني إن شاء الله نربحوا بمونسيون شابة بنديروا ميدسين. ما يظلموناش في التصحيح هذا. ما يظلموناش في التصحيح. ويرفدوا يدهم شوية على التصحيح هذا مك. لا سيجي في الحق في متناول الجميع. يعني ما كاش كاع خاص كاع اللي يقرا يدي يقرا يخدم فيه. هذا كان إسلامية كانت شوية برك معقدة برك هذاك. يعني حلوا 200 هنا في تيارت في كارمان، هيا إن شاء الله نطلب من السلطات أنهم يديروا لنا معدل 14 ولا زعما مقبول، تيكون خيروا بهم كاع نروحوا نديروا 200 إن شاء الله نديروا كاع طب إن شاء الله. بون اليوم فوتنا إيستوار جيو، كان الموضوع سهل وإن شاء الله التوفيق الفيزيك إن شاء الله ما يصعبوناش، هذا ما كان نطلبوا منهم ما يصعبوناش، إن شاء الله كان نربحوا الباك.